بصراحة رسائل. لبنان بلد مفتوح، وليس هناك من دولة مفتوح على كل التنظيمات وعلى كل يعني في لبنان يوجد ما لا يوجد في أي دولة في العالم. أخشى ما أخشاه أن تكون الساحة اللبنانية بعد حادثة السفارة الأمريكية منطلق إلى ما هو أخطر. نحن ربما أمام حرب سفارات، أمام حرب تصفية حسابات إقليمية دولية، أمام حرب إفراغ لبنان مجدداً. لا يمكن انتخاب رئيس في لبنان إلا بقرار أمريكي. ما يجري اليوم، أنا سبق وكتبت عنه في مقال بالنهار، منذ حوالي الأسبوعين وأكثر هناك حوار أمريكي إيراني متقدم ويتخطى عملية تبادل الرهائن والصفقة التي حصلت في هذا السياق إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. بس أكيد مش من ضمن البرنامج النووي. يعني هناك أشياء من البرنامج يعني أصبح النووي واضح أنه ما له لا راح يقدم. يعني هناك أكثر. خط بياني لبنان سوريا العراق. نعم. هذا المثلث. هذا المثلث هلا بالمفرع وصولا الى الجمله بدات مع ايران، باعتبار ايران دوله لها حضور او دوله اقليميه كبيره، تسعى الاداره الامريكيه الى كسب الورقه اللبنانيه في الانتخابات الرئاسيه. لن ينتخب رئيس، اكيد حزب الله دور، للكتائب دور، للقوات دور، لكل لحركه امل، لكل انما بالنهايه الرئيس هو رئيس تسويه. ويقال ايضا انه الموفد القطري يحمل في أجنته مش بس قائد الجيش، الأستاذ نعمت فريم. أوف. إيه؟ ممكن إنه مهمة لدريوم انتهت، رح يتسلم مهمته بتطوير مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية بتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن ما رح يقعد على طول بالعلا، رح يبقى يجي على لبنان ورح يتابع الملف اللبناني وسيعود. يعني مطولين. سيعود، قد يعود إذا كان في يمكن في تسوية عم تنطبخ وما عارفين نحن. البعض قال لي أن الرئيس سينتخب حتى منتصف تشرين أول. ما حدا بيعمل لك ده مؤتمر للدول المانحة إلا ما يشوف شيء على الأرض. لذلك بده يكون فيه هالمرة سلي متكاملة في رأي جمهورية، حتى عم ينحكى بلش ينحكى باسم رئيس الحكومة وبعض الوزراء الأساسيين، حكومة إصلاحية، ومن ثم مؤتمر الدول المانحة. قد يعقد في لبنان، قد يعقد في باريس، قد يعقد في الدوحة والرياض. وهناك ممارسة مستمرة من قبل الجانب الفرنسي لخداع شركائه الأربعة الباقين وفرض عليهم أجندة محددة، بيان محدد، بنود في هذا البيان محددة ترفضها الأطراف. وأبرزها كانت هناك محاولة من قبل المسؤولين الفرنسيين بطريقة أو بأخرى فرض جدول أعمال وبالإضافة إلى فرض بيان جاهز. أحد أهم بنوده الدعوة إلى الحوار الذي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يعني بالنسبة لهذه الأطراف أن الدعوة إلى هذا الحوار يعني أنه نحن رايحين على مدة تسويف أكبر على محاولة من قبل الأطراف الممسكة بالبلد اللي هي الثنائي والممسكة بالجلسات إلى فرض أجندة محددة على هذا الحوار، لأنه هم الطرف الممسك بكل شيء وعندهم حليف مراوغ اسمه التيار الوطني الحر ممكن بلحظة معينة أن ينقلب على تفاهمات أجراها. لذلك الحوار هو خديعة وهو كذبة كتير كبيرة. الأطراف الدولية صارت تعرف من خلال تجربتها مع لبنان في السنوات الماضية وفي العقود الماضية أن كل جلسات الحوار التي كان يدعو إليها الرئيس بري وقوة 8 أدار كان مصيرها أما الفشل وأما فرض أجندات محددة على بقية الأطراف السياسية. لذلك ما حدث في واشنطن، عفوا في نيويورك من يومين، هو مؤشر على ربما أن تتحول الخماسية إلى رباعية، لأنه بعتقد التململ من خلينا نقول المراوغة الفرنسية، الحديث اليوم عن شيء وبكرة عن شيء ثاني، هو يلي عم يفرط عقد الخماسية أو يقلب حجمه من الخماسية إلى رباعية.